التايتل بتاعك بس الاول. طبعا المشروع ده يعني المشاكل اللي فيه يعني لو احنا دورناه في الاول براسنا مش هنعمله. هنا في ترعه وفي حاجات لاب وفي خطوات وفي يعني تحت الارض الحمد لله بالاراده غلبنا. طب ممكن نشيله واللحظه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي يعني واحد يكون بيتعب وكل صعب وكل معاناه واحد فرحه الناس زي ما انتم شايفين كده. الحمد لله حلو حلو الجامع اللي فيه العربيه ولا الورنات 10 كمان حلو. هو اخذ وقت قد ايه؟ اخذ سنه ونص. سنة ونص شغل. والتكلفة؟ التكلفة ما لسه ما بلش خدمة يعني. جهد شركة خبرات الموضوع كان عامل ازاي؟ انا يعني اعرف ان كذا ليها مشاركة يعني مش احنا خمس شركات. كان في خمس شركات شغالين. الحمد لله كان في تحدي يعني في الشغل عشان نخلص كده في وقت واحد. طب هو خرج عن الميزانية بتاعت الدواء؟ لا 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 ما خرجش. لا ما خرجش. لا لا تمام شكرا جزيلا. طيب استنى حضرتك التايتل بس في الكاميرا. التايتل خاصة حضرتك. حضرتك شايف ان مميزاته ايه؟ انت مشيت عليها تحس بالمميزات اكتر. لو مشيت عليها كده من المنيب جبت الطريقه تحس بالمميزات. هذا مميزات بقول لك 10 دقائق من المنيب لجامع الدول العربيه عايز اكتر من كده مميزات. تحس ان انا راكب عربيه. احنا عملنا الراكب عربيه.